سلام، يا رب تكونوا بخير. اللي متابعيني منكم على الانستجرام هيكون عارفين ان انا دلوقتي في تركيا بقالي شهرين الحمد لله. بدأت سنة سياسية وعلاقات دولية، وزي ما انا عودتكم نوعا ما ان اي تجربة مفيدة او مهمة في حياتي زي الجامعة الامريكية كده بحاول قدر المستطاع ان انا شايكة معاكم. زي ما انتم فهمتوا بالفعل من عنوان الفيديو، ان الفيديو ده هيكون بيتكلم عن الدراسة في تركيا بكل انواعها بقى وازاي تسافروا وكل ده. خليني بس في البداية اقول لكم ان دراسة تركيا عموما كفكرة او كمبلغ او كل الحاجات دي او كطريقة اصلا كتنفيذ مش صعبة خالص ولا مكلفة، بس هو ممكن يكون الصعب شوية هو اقناع الاهل، ان انتوا اهليكم يكونوا موافقين اساسا على الموضوع. فلو انتوا اهلكم موافقين على الجزء ده فخلاص انتوا عديتوا بحر كبير اوي، اللي جاي بسيط جدا والله. اول واهم طريقة واللي تقريبا العالم كله بيعتمد عليها هي المنحة التركية. المنحة التركية بتفتح في شهر 3، بتفضل مستمرة لمدة شهر تقريبا وبعدين بتقفل. العالم كله بيقدم عليها، عشان كده هتلاقوا فيه كلام كتير عليها بمجرد ما بتبدأ. اللينك بتاعها هحط لكم تحت في الديسكربشن بوكس، هي ما فتحتش دلوقتي بس هحط لكم اللينك تحت، تقدروا تخشوا تشوفوا الابلكيشن عامل ازاي ما شابه ذلك. في كام ورقة كده او في حاجات مشتركة ما بين طرق التقديم الاحادية وما بين المنحة، بس هي المنحة بتبدأ في شهر 3 فانتوا لازم تبدأوا تجهزوا الورق بتاعها من دلوقتي لو انتوا مهتمين انكم تقدموا فيها. اول حاجة هتحتاجوا لها الشهادات. عشان تقدموا في اي حاجه بره مصر لازم الشهاده بتاعتكم يا اما تكون بلغه البلد يا اما تكون بالانجلش، العربي ما ينفعش خالص. وان الترجمه للتركي مش بسيطه قوي، يعني مكلفه نوعا ما، الورقه تقريبا 200 جنيه 300 جنيه وحاجه زي كده، وانتم مش عارفين اصلا اذا كنتوا هتقبلوا ولا لا. فانتوا هتعملوا ايه؟ انت هتروح الاداره التعليميه اللي هي موجوده في سيده زينب وهتقول لهم ان انتوا عايزين تطلعوا بيان نجاح وبيان درجات باللغه الانجليزيه. هيسالوكوا ليه؟ هتقولوا ان انتوا عايزين الاتحاد الاوروبي، هو في ابلكيشن كده تاخدوه تكتبوا فيه ان انتوا عايزين الاتحاد الاوروبي. محدش يجيب سيرة تركيا لان الورق مش هتضوء اساسا. والاتنين على بعض تقريبا كلفوا 50 جنيه، اقل من 50 جنيه حاجه و30 جنيه حاجه زي كده، مش قادره افتكر تحديدا، بس الاتنين على بعض مش هيكونوا زي ما تروح تترجموا وتدفعوا 400 جنيه في ترجمه تركي ممكن ما تصدموش اساسا. تاني حاجه الباسبور، وده لو ما كنتوش طلعتوه بالفعل فلازم تطلعوه لان هو شيء اساسي جدا في التقديم. هتروح لاداره الجوازات في المحافظه بتاعتكم وهتقدموا عليه، هو ورقه بسيط جدا وحاجته بسيطه وتقريبا ما بيعديش 300 وشويه حاجه زي كده، بس هو لازم تعملوه من دلوقتي. تالت حاجه بقى وهي الشهادات الدوليه. الشهادات الدوليه دي زي اليوس، السات، التويفل، الاليس، دول مقتصرين على العالم كله ما عدا اليوس. اليوس خاص بتركيا تحديدا، وانتوا محتاجين الحاجات دي لو انتوا ناويين تقدموا على كليات طبيه او كليات هندسيه، لان صعب جدا انكم يجي لكم قبول في حاجه منهم لو مش معاكم يوس او سات. بما ان اليوس مش موجود في مصر ممكن تبداوا في السات من دلوقتي، في جامعات بتقبل فيه او مش كتير بس في جامعات بتقبل فيه. اخر حاجتين ودول بيكونوا ادفع حاجتين هما الخطابات بتاعت التوصيه والخطاب الشخصي، دول متوقف عليهم حاجات كتير جدا. الخطابات دي بتثبت انك شخص اجتماعي سوي، ما عندكش اي مشاكل، مش هتعملهم في المستقبل، مش هتعملهم اي حوارات، مفيش اي درجه خطر حواليك، فدي مفيده جدا بالنسبه لهم. وفي ناس كتير قوي ومن شهاداتهم الكتير بس اترفضوا بسبب الحته دي. هتجيبوا اول حاجه الخطابات بالتوصيه دي منين؟ خطابات التوصيه دي هتجيبوها من مدرسين في المدرسه بتاعتكم، لو انتوا بتدربوا على رياضه معينه المدربين بتاعكم، لو انتوا في جمعيات مثلا زي صناعه، رساله، ناكتس، تيدكس، اي حاجه من دي هتجيبوا منهم خطاب توصيه. لو انتوا في الجامعه بالفعل بدأت سنه اولى في الجامعه وناويين سواء يسافروا هتجيبوا من الدكاتره اللي عندكم في الجامعه. اهم حاجه بس ان الخطابات دي مش مجرد تمبلت تنزل من على النت وهم يكتبوها او يمضوا عليها ولا اي حاجه من دي، لازم تكون مكتوبه يعني بطريقه صميميه فعلا. لازم يكون الشخص اللي كتب لك خطاب التوصيه ده كاتبه قصدك انت، مش جايب تمبلت من على النت وكاتب اسمك فيها وخلاص، لا هو لازم يتكلم عن حاجات فعلا موجوده فيك او حاجات هو فعلا شايفها فيك، وتكون حقيقيه ما تكونش جايه من على النت لانهم بيقوها وبيفهموا وبيدوروا اذا كانت التمبلت دي جايه من على النت ولا لا. اخر حاجه بقى وهي الخطاب الشخصي، وده هتكتب فيه انت ليه مختار تركيا، ليه جاي تركيا، ليه عايز تدرس هناك، ولما تخلص ناوي تعمل ايه، هل هترجع بلدك ولا لا. دي اكتر مرحله واكتر حاجه وانت بتكتبها لازم تكون فيها صادق، لان هما بيحسبوا المشاعر اللي انت بتقولها فيها عامله ازاي. فانت لازم تطمنهم ان انت اخترت البلد بدافع تعليمي بحت وان انت حابب المكان هناك ومش عارف ايه، في كده تم تحليلات ممكن تلاقوها خصوصا الموضوع ده. بس اهم حاجه لما انت تخلص هترجع بلدك ولا لا. في ناس كتير بتقول انها مش هترجع وانها تفضل هناك عشان تتعلم، وده غلط. لازم تحسسهم انك تمام هتخلص وهترجع وانك بتحب بلدك وهترجع لها تاني عشان يتاكدوا ان انت مش جاي تاخد فرص من ولادهم. دي كده كانت كل الحاجات المهمه اللي انتوا محتاجين تبداوا تجهزها من دلوقتي لحد شهر 3، خصوصا امتحان السات او التويفل لو انتوا هتبداوا تذاكروا من دلوقتي او تبداوا تخلصوهم وتاخدوا شهادتهم قبل شهر 3. الحاجات اللي فاضله مجرد تفاصيل بسيطه جدا، كده كده اول ما المنحه تبدا انا هعمل لكم فيديو تاني ازاي تبداوا وازاي الابلكيشن يتملي وتخلصوا التقديم وتتاكدوا ان كل حاجه تمام وكل الحاجات دي، بس لما المنحه تبتدي. وبما اني قدمت على المنحه قبل كده مره وما
ما نجحتش فيها يعني، فخليني اعرفكم ايه الحاجات اللي انا فشلت فيها، يمكن تاخدوا بالكم منها ويكون حظكم احسن من حظي. اول حاجه هي شهادات. انا لما جيت اقدم في حد قال لي انه قشطه تقدمي شهادات عربي مفيش مشكله، كده كده انت اسمها ضمنتي انك هتروحي هناك، ولما تروحي هتبقي ترجمه وكل الحاجات دي. فانا صورت الشهادات سكانر عادي عربي ورفعتها. ده كان غلط، انا كنت رحت ترجمتها ساعتها انجلش، حتى كانت فرص قبولي تبقى عاليه جدا. انا عملت كده السنه اللي بعدها لما جيت هنا، بس في سنتها لا قدمتها عربي وده كان غلط جدا. تاني حاجه ان ما كانش معايا وقتها باسبور، برضه كان في احد من الناس اللي هي بتتكلم عن موضوع التقديم وتشرح تقديم وكده قالت ان مش لازم يكون في باسبور، قدموا صوره البطاقه عادي ومش عارفه ايه، وده كان غلط برضه. انا قلت هطلع الباسبور لما دلت امشي واسافر، فما طلعتش باسبور. تالت حاجه الخطابات. انا وقتها كنت خرجت من كل الجامعات اللي انا كنت فيها اساسا، خرجت منها كتير قوي، كانش في اماكن كتير اخد منها خطابات توصيه. ولما رحت الدكتور عندنا في الجامعه كان الدكتور فاهم ان انا يعني اللي هو عادي، جاب تمبلت عنده مكتوبه وعدل فيها شويه حاجات واداها لي خلاص، فالخطاب ما كانش انترنت اول حاجه. لما رحت المدرسه بتاعتي عشان اخد منهم خطاب، هم كتبوا كام كلمه كده بسيطه وما كانش في ريفرنس جامد، يعني كانوا سايبين ايميلاتهم ولا اي حاجه، ودي حاجه لازم تاخدوا بالكم منها، انتوا تسيبوا ايميل للشخص اللي كاتب ريفرنس عشان هيبعتوا لي يتاكدوا ان انت اللي باعت الايميل ده، هكذا يعني. رابع حاجة الغباءات، وانا بملاها ما كنتش مليها اكريت قوي لان انا كنت ملخبطه شويه. انتوا عارفين الغباءات اللي هي زي بتاعه الثانوي عادي وانتوا بتقدموا للجامعه، فانا كنت ملخبطه حاجتين، فده غلط. هم عايزين غباءات ليها علاقه ببعضها، مش حته من الشرق الحته من الغرب، يعني ده عندنا شويه. بس دي تقريبا كل الغلطات اللي انا عملتها وانا بقدم عليها اول سنه، وعشان كده ما اتقبلتش فيها، فممكن يكون حظكم احسن. حاولوا تتجنبوا الغلطات دي وانتوا بتملوا الابلكيشن بتاعكم السنه دي. المنحة كويسة، وفي طرق تانية برضو كويسة للتقديم، كده كده هعمل لكم فيديو تاني، الجزء التاني من الفيديو ده هتكلم عن ازاي انا شخصيا سافرت، وان في منح تانية جزئية مش كاملة زي المنحة التركية. المنحة التركية مميزاتها كتير، منها ان انتوا بتقعدوا مرتب شهري، منها ان هما المكان بتقعدوا فيه والجامعة وكل حاجة على حسابهم مش حسابكم الشخصي، فدي مميزات كتير اوي بصراحة تستحق ان تقدموا عشانها. بس في تريك كده صغننة، اخر ميعاد التقديم للمنحة التركية هو سن 21 سنة، يعني بعد 21 سنة ملكوش تقدموا. عشان كده انا بعد ما عرفت غلطاتي ما قدرتش اقدم فيها السنه دي، ان انا عندي 22 سنه فما قدرتش ان انا اقدم فيها السنه دي. بس فده كان كل حاجه بخصوص المنحه التركيه، واستنوا الفيديو لما المنحه تبدا هعمل لكم ان شاء الله، واتمنى يكون الفيديو فاتكم ولا شويه، واشوفكم الفيديو الجاي. باي.